هنا راني خديت نص لتر ديال الحليب، غادي نخليه حتى يوصل لدرجة الغليان، حتى يسخن مزيان، ماشي ما يغليش، غير يوصل لدرجة الغليان صافي. غادي نقص عليه البوطة، ومن بعد عاد باش غنضيف ليه الفلون. الفلون انا اللي عندي راه ديجا فيه السكر، نتوما الا كان عندكم يعني الفلون بدون سكر يمكن لكم تضيفوا ليه 2 معالق حتى 3 ديال السكر على حسب الذوق. انا هنا راني خديت يعني الموجود اللي عندي، ما عنديش الفلون ديال الفريز، فخديت الفلون ديال البنان، وغادي نضيف ليه النكهة ديال الفريز. نتوما الا كان عندكم الفلون ديال الفريز يكون احسن. صافي هنا من بعد ما سخن غادي نبدا نضيف ليه تدريجيا الفلون بالمساعده ديال هاد الفوي، باش ما يديرش، باش ما يتشكلوش هنا دوك الكويرات، يحيدوا دوك الحبيبات كاملين. كما قلت لكم انا عندي هذا ديجا فيه سكر، نتوما الا ما عندكمش فيه سكر ضيفوا ليه 1 2 معالق حتى 3 ديال السكر. وانا من بعد غادي نضيف ليه النكهه ديال الفريز. الا كان عندكم نتوما يا الفلون ديال الفريز يكون احسن، وحتى الفلون ديال الكراميل كيجي يعني فيه زوين، كيجي فيه واحد المذاق اللي هو زوين. هنا غادي نستمر في التحريك، من بعد غادي نخليه حتى يغلى، حتى تطلع فيه الغليه، ما يوصلش درجه الغليان، تطلع فيه الغليه كامل، وغادي ندوز نحيدو باش نديرو في الثلاجه. صافي هنا كما كتشوفوا راه بدا يغلي ليا. صافي هنا في هذه المرحله غادي نطفي عليه. صافي هنا من بعد ما غلى غادي ندوز نحطو في هذا الاناء هذا، وهنا غادي نديرو في الثلاجه حتى يبرد تماما، خاصو ضروري يبرد يعني حتى يتجمع ويكون بارد مزيان. ومن بعد غادي ندوز باش نطحنو هو وياغورت ديال الفريز، وانا غادي ندير فيه كما قلت لكم النكهه. المهم غنتلاقى معكم بعد ان فوا يبرد ليا مزيان، غادي نتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش غنكمل المراحل الاخرى. وهنا هذا هو الفلون ديالي من بعد ما برد، انا خليته حتى برد تماما وعقد، راه تجمع يعني الطريقه اللي كنديروا عادي ديال الفلون، انا خليته حتى تجمع وبرد. ومن بعد غادي ندوز باش نطحنو. هنا انا طحنته مع دانون ديال الفريز بالنكهه ديال الفريز، انا زدت عليه ضروري واحد شويه ديال النكهه دي عندي النكهه ديال الفريز. نتوما الا كان عندكم الفلون ديال الفريز فلا داعي، انا هنا حيت ما عنديش فلون ديال الفريز، فبالتالي كان عليا ضروري نزيد شويه النكهه باش تخرج ليا اللوغو ديال الفريز. هنا راه ضفت لي كما قلت لكم دانون ديال الفريز. الا بغيتو تضيفوا ليه حتى السيرو ديال الرمان ولا السيرو اللي عنده السيرو ديال الفريز يضيفوا، حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين. هنا نحاولوا اننا نطحنوه، بقى دوري عليه الماكينه يعني 3 دقائق حتى 2 دقائق، ماشي بزاف يعني، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تاخذ الوقت بزاف. يفضل انه يكون بارد تماما البنات، الا كان بارد يعني كما كنعرفوا هو راه داز فوق العافيه، فضروري خصو يبرد مزيان مزيان. وهنا راه كما كتشوفوا خرج ليا ايطرونه ديال العصير، خرج ليا لتر واحد ديال العصير، يعني من نصف لتر ديال الحليب خرج ليا نص ايطرو ديال العصير. هنا القوام ديالو كيكون بحال شكل ديال داناب ولا ديال الرايبي، كيجي خاطر. نتوما الا بغيتوه زعما يجي شويه يعني خفيف ضيفوا ليه الحليب، ماشي مشكل. انا هذا هو القوام اللي عجبني، كيجي شويه عاقد والنكهه فيه كتجي زوين، يعني كتجي مغايره على العصير اللي كنشربو كل نهار. وهذه كانت فكرة ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، فقلت نتقاسمها معكم. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما تبخلوش عليا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعاليق وبالبارطاج. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.